الخير من جديد لكل مشاهدينا، تحياتنا وين ما كنتوا عم بتشاهدونا هذا الصباح. رفقتنا اليوم شيف محمد الجعران. شيف محمد صباح الخير. صباح النور. اول مره شيف محمد بيطلع على اي شاشه. صحيح. قلبي معك والله. بس طبعا اللي بيعرف الشيف ديما القلعاوي اللي دائما نوريتنا بالبرنامج دايماً. انت ابنها ما شاء الله. عن جد انا كنت دائما بقول لها انه ابنك شيف لازم يكون ضيف حلقاتنا في يوم من الايام، وهينا عم نستضيفك. اهلا وسهلا فيك شيف محمد. شيف محمد اليوم رح يعمل لنا شيء اسمه سباجيتي بولونيز. خلينا نتعرف على المكونات يا محمد. مكوناتها بدي حط زيت والبصل عملهم سوتيه. اوكي، بعدين بدنا ننزل عليها اللحمه عشان تسخن معهم. اذا شو المكونات؟ احنا عندنا زيت، عندنا بصل، عندنا ثوم، عندنا جبنه مبروشه على الوجه، هذا اخر شيء. عندنا رب بندوره، عندنا بندوره مقشره ومفرومه. أيوة. كثير ناعم صح؟ 100%. تمام. وعندنا السباجيتي بدي احطها عليها. تمام، يلا خلينا نبلش. يلا. اول خطوه ان شاء الله. اول شيء بحط الزيت. زيت زيتون انتم جايبين؟ احسن طعمه زيت زيتون اظني، اتوقع. نعم، حطيت والله يعني حطيت كميه منيحه من الزيت. بدي احط زيت عشان يطلع منه كامل. بنحط البصل. البصل والثوم لازم يكونوا مفرومين ناعم. انت قلت لي سوتيه، يعني مش كثير من سويهم البصل. السوتيه بدك شو اسمه انه تحمريها شوي، تعطيها لمعان. اول ما ياخذ لمعه بدك تنزلي عليها اللحم على طول. وفي عندنا ستوك اللي هو مرق اللحم. اللي مرقه لحمه او مرقه دجاج بتصير. هلا بزبط مرقه دجاج، بس لانها لحمه فلازم افضل مرقه لحمه يكون هيك شيء بيختلف عن شيء. 100%. تمام، اذا احنا حطينا البصل والثوم مبدئيا على زيت الزيتون. 100%. بخليهم هيك ياخذوا لمعه خفيفه. أوكي. عليه. اول ما ياخذوا لمعه بنزل عليها اللحمه. يلا خليها تستوي شوي. اوكي، يلا اول هاي. هلا هو الافضل مضرب سلك، ليش؟ عشان اللحمه ما تلزق معي بالشغل. والله هيك احسن، مش معلقه خشب. لا هلا بزبط تمام، بس انه الاحسن زي هيك عشان اللحمه ما تلزق، لانه اللحمه هي بتلزق. وانت جايبها شوي مدهنه اظن بتعطي طعمه اسكر. هي لازم تكون مفرومه مع شو اسمه، مع جزر، مع ليك. ومعها شويه هيك ليه صغيره عشان عادي بزبط. هي لازم تكون مفرومه للي بيحبوا طبعا. في ناس ما بيحبوا شويه دهون زياده. خبير في التغذية عم بتراقب فينا، لأنه بدناش نطلع عن خط الصحة يعني. بعدين إنه هلا لازم السباجيتي الأفضل تكون إنه ثلاث أرباع استوى. أوكي. عشان ما يرتفع إنه الدم، مستوى الدم بالسكر. يعني إذا كانت شوية علنية أحسن، وبتضلها بالمعدة أحسن، إنه بتنهضم أحسن بالمعدة. إحنا كلنا بنستوي المعكرونة كثير على فكرة، والشفاف الشاطرين اللي زيك لا ما بيستوها كثير. مش لازم تكون على الأخير، إنه كل استوى. يعني ما لما تكون مستوية على الأخير إنه بتنهضم برضه بسرعة، والواحد بحس بالجوع أسرع. إنه الأفضل تكون ثلاث أرباع استوى. لأنه نسبة النشا فيها تكون أقل، أو يعني في 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 شيء معين علمي بالموضوع. طيب تمام، اذا احنا هلا عمالنا بنعمل باللحمه. ايوه، اول ما تشوف اللحمه انه قربت تستوي بتنزلي عليها معلقه رب بندوره، او انت كنت عامله مثلا توميتو صوص. اوكي، بتنزليها عليها. تمام، هلا اظن صارت لحمه. اوكي، هاي فيها. والله هاي هم ستوي على الاخر، وانت هون فارم بندوره فرمه كثير صغيره. 100%. شكل رائع يعني، ما احلى كل حبه قد حبتها الثانيه. شيف شو بدنا نقول؟ شيف وابن برضه يعني شيف معروفه يعني ديما القلعاوي ما شاء الله. قد ايه اثر انه والدتك هي يعني من اللي بيشتغلوا بموضوع والله الاكل؟ والله يعني هي شجعتني كثير. درست عم تدرس دراسه الموضوع؟ عم بدرس، هلا بداوم في فندق كرام البلازا. برافو عليك، برافو عليك، كل التوفيق يا رب. الله يسعدك، شكرا. ما شاء الله عليكم، عم بيعملوا الشباب والصبايا الشيف الاردنيين كثير انجازات حلوه. عم نسمع انه انتم عم يعني توصلوا لكثير اماكن كويسه. ان شاء الله يا رب. اذا انا عم استنى البندوره. طيب بستنى شوي تستوي، انه تتحمر معها شوي، بدي بنزل عليها ستوك. ستوك اللي هي مرقه اللحمه. يعني هاي طبعا الستات الشاطرين لما بيسلقوا لحمه بيخلوا دائما شويه. في ناس بحطوها بالفريزر يعني بتزبط، بس انه مش بالفريزر مثلا، بالثلاجه بتنحفظ بالفريزر، بس انه ما بتضلها زي ما هي. مزبوط، طعمها مش زي ما أكيد. هي وبالثلاجة بتقعد لها شيء ثلاث أيام مثلا؟ بتقعد لها من ثلاث أيام لتقريبا خمس أيام. أوكي، معقول يعني.
بس هي الافضل انه تتسوى بنفس اليوم على قد الواحد يسوي عاد الشغل تبعه والباقي انه خلص بالضبط مش ضروري يعني يكون شيء زايد عن حده. التدبير في هاي المواضيع كثير حلو، يعني واحدة بتسلق لحمة بتخلي شوية ستوك لطبخة ثانية. وستاتنا شاطرين يعني ما شاء الله عليهم، بيفهموا بهاي الأشياء ممتاز يعني. وانتوا اظن بتدرسوه هذا الشيء، كيف تستثمر شيء لبعدين لطبخه ثانيه، اذا زاد من طبخه مثلا كيف تعمل سلطه ثانيه، كيف بدك تنزله، كيف بدك تخليه، كيف بدك تحفظه مثلا، كيف بدك تحفظه صح. أكيد. كمان طيب انا ننزل عليه هذول زي ما قلت لي انت يا هاي انا سلقه عشان ما في وقت، اللي هي السلقه اللي مو على الاخر تعجن، ديروا بالكم يعني المعكرونه الصح البروفيشنال هي اللي بضل فيها شويه هيك قرشة صغيرة يعني خلينا نقول. طيب إذا سباجيتي بولونيز. بولونيز ليش سموها هيك؟ إيطالية هي إيطالية هاي. كل شيء معكرونة إيطالي. هي يعني الإيطاليين هم أهل المعكرونة صح. هاي. صح هم يعني أكثر ناس بيعرفوا فيها بالضبط، بس هينا صرنا شاطرين كلنا بالمعكرونة. الواحد بده إشي بيتقن فيه. في ناس محمد المعكرونة هاي بهذا الشكل بيشبوها شوية بالفرن أظن هذا مش صح. هلا بتصير لا هلا مش إنه مش صح، هلا إذا كان مثلا في عليها جبنة بده إياها إنه تعطي لون أو كذا، تعطي لون تستوي تكون دايبة معه بالشغل بالطعمة ممكن ممكن بزبط، بس إنه بس كل يعني بيختلف طريقتها. هاي مختلفة. أيوة هاي الوصفة لا إنه بس تكون على الوجه. منقلب المعكرونة شوية مع الصوص اللي عملناه. أيوة بعديها خلاص طبعا. هيك هيك بنطفي الغاز 100%. والتقديم يا سلام، إتقان إتقان أكيد. إذا الواحد بده لون أكثر ممكن يحط روب بالبندورة صح؟ برافو عليك يا محمد. لا بالنسبة لأول مرة بتطلع على التلفزيون برافو برافو عن جد محترف. يعني أي واحد مثلا بده يسوي ديكور للصحن تبعه شو بدك تحط؟ ريحان؟ ريحان بده أحط عليها كمان جبنة مبروشة. هاي شو نوعها الجبنة؟ موتزاريلا؟ بتزبط موزاريلا هاي انه جبنه مبروشه، هي موزاريلا تمام موزاريلا. بس الواحد بيقدر يحط تعد اي شيء مثلا زي ستات البيت اللي ما بيكون عنده موزاريلا بيقدر يحط مثلا طعم ثاني ممكن اي جبنه متوفره بس تكون ملتي يعني ممكن انها تدوب يعني بالاخر على الصحن. يا سلام جميل جميل جدا رائع الطبق محمد الجعران جد شيف محترف ووصفة ممتازة يعني هاي المعكرونة سهلة لستات البيت معكرونة بسيطة جدا لحمة وبندورة وحبيت زيت الزيتون أنا يعني أعتقد أنها عم تعطي نكهة كتير كتير زاكية. برافو محمد شكرا جزيلا لوجودك معنا هذا